Hello everyone, هلا بكم طلاب الصف الثالث متوسط. بهذا الدرس راح نحل أهم التمارين اللي موجودة بيونت 7. عندنا التمرين الأول اللي هو lesson 1 country and nationality. هذا ممكن يجينا بسؤال المفردات يعني بنهاية الأسئلة. هذا السؤال تجي عليه درجة أو درجتين. هنا أنا English هي country، شلون نحولها إلى nationality؟ راح نقول England تصير English، the United States راح تصير American، Lebanon راح تصير Lebanese، or Egypt Egyptian، Spain Spanish، Bahrain Bahrainian، France تصير French، Canada تصير Canadian، Australia Australian، Russia Russian، India Indian، و Japan Japanian. فشفتوا انتبهوا الى نهاية كل كلمة، او هي اصلا كلمة او البلد شلون حولناه الى الجنسية. انتبهوا لزين، يعني مثلا يقول لكم England تصير English، so Lebanon شو تصير؟ فيعطيكم فراغ، فانتم لازم تحولها الى Lebanese وبهاي الطريقة. هذا هو التمرين المهم الأول اللي موجود بيونت 7. عندنا التمرين الثاني المهم اللي موجود بيونت 7 هو lesson 3 exercise B. Find these words in the text. What can you replace them with? هنا نريدنا كل كلمة من هذه الكلمات الأربعة نعطي مرادفتين. فعندنا الكلمة الأولى اللي هي exhausted اللي معناتها متعب. شنو مرادفتها؟ مرادفتها هي tired اللي معناتها هم تعبان. عندنا الكلمة الثانية هي unexpected غير متوقع، مرادفتها هي sudden اللي معناتها مفاجئ. عندنا النقطة الثالثة هي views، views معناتها مناظر أو مشاهد، مرادفتها هي كلمة sights اللي معناتها مناظر. عندنا number 4 rescue، rescue معناتها ينقذ. هاي الكلمة مرادفتها باللغة الإنجليزية، يعني كلمة المشابهة إلها باللغة الإنجليزية هي كلمة save اللي معناتها يحفظ أو ينقذ. فإذا هذين الأربع كلمات تحفظوهن، تحفظون مرادفاتهن. lesson 4 exercise A. هنا أنا عندي مجموعة من الظروف اللي هي ظروف الحال لازم تحفظوها، لازم تحفظون معانيهن. Clearly معناتها بوضوح، carefully بحذر، slowly ببطء، loudly معناتها بصوت عالي، politely politely بشكل مؤدب، quickly معناتها بسرعة، quietly بهدوء، angrily angrily معناتها بشكل غاضب، nervously nervously معناتها بعصبية، easily easily معناتها بسهولة، happily معناتها بسعادة، in a friendly way بطريقة محببة، in an interesting way بطريقة ممتعة، in a funny way بطريقة مضحكة. هذني حفظون الكلمات. ممكن يجنب سؤال تسقيط المفردات اللي هو السؤال المعاني، يجينا ورا سؤال القواعد بالامتحان الوزاري. طبعا هذا السؤال يعني ممكن يعطيني فد جملة ومنطيني واحدة من هذني الظروف فوق وهي الكلمات اللي منطيني اياها، ويريدني اخلي هذا الظرف بالجملة اللي تناسبه، يعني الجملة المناسبة بسياق المعنى. فانتم كون تكونون حاضين حتى تخلوهن بالجملة اللي تناسبهن. عندنا lesson 6 exercise A. هذا هم مهم، يجينا بسؤال القطع، قطع الكتاب من ضمن السؤال الأول. يجينا هذا السؤال number 1 which country is bigger؟ عندنا ليبيا and Sudan. منو أكبر؟ الأكبر هو ليبيا، ليبيا أكبر من السودان. which one has fewest people؟ منو اللي عدد سكانه أقل؟ هم ليبيا، ليبيا. Number 3 what do they have in common؟ ماذا يمتلك البلدان؟ طبعا البلدين مشهورين بالصحراء. اوكي، فراح تكون اجابتنا هي most of the two countries area is desert. Exercise D.
Find words in the text to match these definitions. هنا أنا مطيني كلمة وريد تعريفها يعني أريد مرادفتها. نبدي بنمبر 1 opposite of find. هنا نريد opposite. Opposite من تشوفوها معناتها عكس الكلمة اللي بعدها يريد. يعني قايل لي opposite of wide معناتها عكس wide. Wide معناتها واسع. عكس هي narrow اللي معناتها ضيق. عندنا number two cows. cows الأبقار يعني هي cattle. راح نعطي تعريفها أو نعطي مرادفتها هي cattle معناتها ماشية. three very old. very old معناتها جدا قديم. يعني راح نعطي مرادفتها اللي هي ancient. ancient معناتها قديم جدا. number four without mountains. without mountains معناتها بدون جبال يعني ما بي جبال. فشنو معناتها؟ معناتها flat grasslands معناتها أراضي منبسطة. number five things that farmers grow الأشياء اللي المزارعين يزرعوها هي مثلا cotton نقدر نقول sugar gum tree. أوكي هذين الأشياء كانوا يزرعون الفلاحين. six things that a country produces and sells to other countries أشياء تبيعها البلدان أو تصدرها إلى البلدان الأخرى مثلا نقدر نقول oil أو نقدر نقول gas. ثلاث صحيحات. seven a factory for changing sugar or oil from their national state المصانع اللي تحول السكر والنفط من حالتها الأولى إلى أن تنطينا السكر والنفط شو نسميها هاي؟ نسميها refineries. refineries معناتها معامل تكرير أو معامل تصفية. أوكي number 8 a kind of glue مادة غراوية شو نسميها؟ نسميها gum. أوكي ممكن نقول عليها gum اللي هو العلج. هذا التمرين ممكن يجينا بالامتحان الوزاري بسؤال المفردات نفس الطريقة. ينطيني مثلا cows تصير cows تصير cattle. very old شو تصير؟ تصير ancient. وبهاي الطريقة تقدرون تجاوبون عنه. عندنا lesson 9 exercise B. هنا أنا write the opposites كتبوا المعاكسات هذا نتحفظوهن. happily شنو عكسها؟ عكسها sadly يعني بشكل حزين بينما happily معناتها بشكل سعيد. two slowly slowly معناتها ببطء. fast معناتها بسرعة. three badly معناتها بسوء أو سيء. well معناتها جيد أو بشكل جيد. number four comfortably comfortably معناتها براحة. uncomfortable معناتها غير مريح. number five in a friendly way بطريقة محببة عكسها in an unfriendly way بطريقة غير محببة. مجرد friendly خليناها an النفت النفل الظرف. اوكي فهذا التمرين هم ممكن يجينا او يعني اي نقطة من النقاط هذيني ممكن تجينا بسؤال المفردات اللي يجينا بالامتحان الوزاري. عندنا التمرين B اللي موجود بلسن 10. هنا أنا مطيني كلمات وردني أخليهن بالجملة اللي تناسبهن فهذني كلمات حفظوهن حتى ممكن يجنب سؤال المعاني اللي هو يجينا على سؤال القواعد. يعني نطيج كلمات فوق ويريد تخليهن بالجملة اللي تناسبهن فلازم تحفظون هذني كلمات اللي هن alumni. alumni اللي هي مجموعة طلاب. complaints. complaints معناتها شكاوي. assortment. assortment معناتها تشكيلة قلنا. exquisite. exquisite معناتها مناظرة. concentrating معناتها تركيز. savor معناتها تذوق. فهذين يحفظون الكلمات حتى تخلوهن بالجملة اللي تناسبين. هذين هن أهم التمارين الموجودة بيونت 7. أتمنى تكونوا استفادتوا من هذا الدرس.